بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لساكنة إقليم جدة. اليوم كنخوضوا استحقاقات تشريعية واستحقاقات الانتخابات نتاع الجماعات الترابية محلية ومجلس جهة الشرق. هذه الانتخابات طبعا اللي غادي يوم الاقتراع غادي يكون 8 شتنبير. كتمر هذه الحملة الانتخابية في واحد الأجواء نتاع الظروف نتاع الجائحة نتاع كوفيد 19، وأكيد بأن هذه الجائحة عندها تأثير حتى على الحملة الانتخابية، بحيث ما يمكنناش نديرو مهرجانات خطابية بحضور المواطنين، ما يمكنناش نديرو لقاءات مباشرة مع المواطنين باش نشرح لهم البرامج تاع الانتخابية على صعيد المحلي أو على صعيد البرلمان، ولكن كنحاولوا ما أمكن توصلوا مع المواطنين خلال الجولات ديالنا الميدانية، سواء في المناطق اللي في الأحواز تاع المدينة وفي العالم القروي ولا في وسط المدينة. طبعا كما كتعرفوا هذه الحملة الانتخابية ميمكنناش نديرو مسيرات تجاوز 10 نتاع الأفراد، إذن طابع العام أن هذه حملة انتخابية في ظروف استثنائية. ولكن رغم ذلك الشيء، هذه حملة يمكن أن نقول بأنك تجي في واحد الظروف استثنائية إقليمية ودولية. هذا صحيح، المواطن قدر يختلط عليه الأمور لأن هناك انتخابات تشريعية، ثم في نفس الوقت كاين انتخابات محلية اللي كتهم مثلا جماعة مدينة وجدة، وانتخابات نتاع مجلس جهة الشرق. إذا المواطن أمام يوم الاقتراع أنه غادي يصوت يوم 8 شتنبير على جوج تاع الأوراق نتاع التصويت، ورقة نتاع التصويت بالألوان كتهم انتخابات تشريعية المحلية، ولكن كذلك انتخابات تشريعية الجهوية اللي فيها اللائحة النسائية. ثم الانتخابات المحلية نتاع كل محلية سواء في العالم القروي اللي عندنا 11 محلية أو في مدينة وجدة، وكذلك طبعا هنا كاين في إقليم وجدة تمثيلية في مجلس جهة الشرق. إذن هذه الانتخابات وهذه الحملة الانتخابية احنا في العدالة والتنمية كنقوم بها بطريقة نظيفة، بحيث أننا كنتواصل مع المواطنين وكنحاولوا أننا نشرح لهم الأعمال اللي درناها من موقع ديالنا اللي كنا فيه، سواء في الجماعة الترابية مدينة وجدة مثلا، أو في مجلس جهة الشرق، أو في البرلمان خلال هذه المدة الانتدابية. إذن حملة انتخابية كما كنشوفوها كتمر في أجواء عادية، رغم بعض التحفظات عندنا نتاع بعض الأعوان السلطان اللي كتوصلنا من خبر من مرة إلى أخرى بأنهم كيشتغلوا مع جهة معينة. وفي هذا الشيء لما غنتحكم هذه الأمور طبعا سنقرر ماذا سنفعله في حزب العدالة والتنمية. العدالة والتنمية رشحني الانتخابات التشريعية للبرلمان، وكما كتعرفوا أنني كنت وكيل اللائحة في 2016 الانتخابات البرلمانية، وقضيت مدة 5 سنوات في البرلمان. وأنا كنقول ساكنة إقليم وجدة وبكل مسؤولية وبكل صدق، لقد مثلت ساكنة مدينة وجدة في مجلس البرلمان، سواء بالحضور بحيث أنني كنت دائما حاضر سواء في الجلسة العامة أو في اللجان، وكنت عضو في اللجنة التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية المالية والتنمية الاقتصادية. كما كتعرفوا هذه اللجنة هي أهم لجنة في البرلمان، وكنت حاضر بالتداول، ثم ساهمت في التشريع مع فريق العدالة والتنمية، وكنا كنتداولوا وتحملنا المسؤولية ديالنا كاملة. كذلك كنت كنساهم في بلورة واحد العدد نتاع التقارير، سواء كتهم مثلا تقرير نتاع البنك المغرب اللي في الجلسة التشريعية اللي قمت بالتقرير ديالو والإلقاء ديالو، ولا كذلك المشاركة في برامج إعلامية قناة الأولى باش نشرح فيها واحد العدد نتاع القوانين اللي صادقنا عليها في مجلس النواب. إذن مجلس النواب يقتضي أن اللي يتنتخب فيه أولا تكون عنده الكفاءة، ثم تكون الجدية باش يكون حاضر ماشي فقط في ذلك الجلسة التشريعية اللي كيشوفوها المواطنين، ولكن كذلك وهذا اللي هو أهم يحضر في اللجان ويتداول ويناقش ويبحث، لأن ما يمكنناش نشرعوا الأمة بلا ما نكونوا عندنا واحد
واحد المستوى معين للترافع وللمساهمة في التشريع، خصوصا في قانون المالية اللي كما كتعرفوا هو أهم قانون كيمر كل سنة. وهذا الحمد لله في هذه الخمس سنوات كنت مع فريق العدالة والتنمية مساهما في هذا النقاش والتداول والترافع في قانون المالية بكل تفاصيله. كما كتعرفوا بأن العدالة والتنمية هي اللي كترشحنا لهذه الاستحقاقات، ماشي حنا اللي كنترشحوا، وهذه كنعتبروها أمانة ومسؤولية، وهذه واحد التكليف وليس تشريف. وحنا طبعا كنساهموا في المجلس السياسي وانتدبنا لهذا المهمة الانتخابية باش نأديوا الأمانة ديالنا وباش نكونوا مساهمين وباش نكونوا فاعلين حقيقيين للمساهمة في الإصلاح ثم المساهمة في التغيير. أنا يظهر لي ما خصناش نيأسوا وما خصش نفقدوا الأمل، لأن بدون المشاركة ديالنا بدون المساهمة ديالنا ما يمكنش الأجيال المقبلة أننا غادي نرسيو لها واحد العدد نتاع الأمور اللي كتهم الصحة، تهم التعليم، تهم التنمية، تهم سوق الشغل. هذه كلها أمور اللي في الحقيقة بهذه المساهمة نديروها. اليوم في انتخابات في هذا البرلمان كنظن في المحطة المقبلة، أولا كما كتعرفوا في هذه الحكومتين تاع العدالة والتنمية المتتاليتين خصنا نعترفوا بأنه كانت هناك إنجازات مهمة. مع الأسف هناك من يريد أن يطمس هذه المنجزات. ما نهضرش في الشق الاجتماعي، دابا كل شيء المغاربة كيعرفوه، سواء تيسير أو تعميم المنحة للطلبة أو توسيعها أكثر أو توسيع الرميد أو دعم صندوق المطلقات والأيتام والأرامل، واحد العدد نتاع الملفات حارقة اجتماعية اللي الفضل من بعد الله يرجع طبعا لهذه الحكومة اللي رأستها العدالة والتنمية، اللي من قبل ما كناش نقولوا بأنه ممكن أن الإنسان يقدر يدخل المستشفى جامعي ثم أنه يدوى ثم لأن عنده واحد البطاقة رمي تحفظ له كرامته كمواطن ثم تحفظ له عزه. وهذه أمور كثيرة مثل هذه اللي زدت في هذه المرحلة. طبعا غادي تقولوا لي العدالة والتنمية، هناك من يقول بأن العدالة والتنمية راه صافي مضت ولايتين خاصة تمر إلى ولاية ثالثة إلى حزب آخر. حنا نقول لهم بملأ أفواهنا يا عجبا، تبع العدالة والتنمية دوزت ولايتين، قولوا لي بالله عليكم الجماعات الترابية اللي رأستها العدالة والتنمية تاع المدن الكبرى فاس، مكناس، الرباط، طلع الشمال، قنيطرة، الرباط، طنجة، تطوان، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، الرشيدية، لقد تجلى للعامة بأن العدالة والتنمية نجحت في التدبير المحلي. أيادي رؤساء الجماعات الكبرى نظيفة، وهذا كيرجع للمصداقية. العمل السياسي خصو المصداقية، خصو المعقول، خصو الجدية، خصو الكفاءة، وهذا الشيء بان في العدالة والتنمية اللي ترى رؤساء الجماعات الكبرى مدينة وجدة تحرمنا برئاستها في 2009 والمتتبعين فاهمين. في 2015 لم نختار المعارضة، ولكن المعارضة فرضت علينا، ولكن اشتغلنا كفريق العدالة والتنمية منسجم، فريق قوي، فريق عنده انتقد التدبير تاع المجلس المعاق والمجلس الفاشل والمجلس اللي مع الأسف الشديد الأغلبية كانت منهارة من يومها الأول. العدالة والتنمية في مدينة وجدة يسمحوا لنا الإخوان المواطنين والمواطنات ما تعطت لهمش الفرصة باش يسيروا مدينة وجدة باش يقدروا يحكموا علينا، عطيونا نسيروا أو نساهموا في التسيير، وأنا ذاك تحكموا على العدالة والتنمية في التدبير، التدبير نتاع الجماعة الترابية. وأكيد العدالة والتنمية إذا كانت ترأس الجماعة أو تساهم في التسيير ستقف عن مصالح تاع المواطنين. هذا من ناحية فيما يخص التدبير المحلي. كذلك المتتبعين، لأن بعض المواطنين يقول لك واش اليوم عاد جيتونا تجت الانتخابات، كنقولوا لا، العدالة والتنمية دائما حاضرة، النواب البرلمانيين فاتحين المكاتب ديال التواصل ديالهم كان يوم الخميس ويوم الجمعة. العدالة والتنمية المنتخبون اللي كانوا في مجلس الجامعة كانوا حاضرين سواء في الإعلام أو بالبيانات أو في داخل الدورات بالحضور والتداول والترافع.
العداله والتنميه كانت حاضرات من جهه الشرق كمعارضه قويه ومساهمه، وانا تراس لجنه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئه لمده 6 سنوات من جهه الشرق. وسيروا تسولوا كيفاش دبرت هذه اللجنه بكل امانه وبكل مواطنه وبكل مسؤوليه. هذه هي العداله والتنميه. يسمحوا لنا دابا واش بغاو يقلبوا علينا القصه كان العداله والتنميه هي السبب تاع الازمه؟ لا، اللي سبب الازمه هما ذوك اللي سيروا من جهه الشرق، ذوك اللي سيروا جماعه تاع مدينه وجده. هذا على الصعيد المحلي الترابي، اما على الصعيد الوطني وبالله عليكم بعض الحين نسمع بعض الاصوات الناشزه تقول صافي اليوم راه الحزب المعين هو اللي غادي سبحان الله بالامس هما اللي بلوكاو بن كيران باش ياخذ الولايه الثانيه، بالامس هما اللي كانوا ينتقدوا او انهم كان عندهم موقف واضح دعم الفقراء، هما اللي كلاو المازوت في القتال اللي كانت لهم الفتره اللي في العوض ما يحنوا على المغاربه ما حنوش المغاربه وربحوا مليارات على الدراهم. اليوم يجيو نبغاو اليوم اكلوا الاخضر واليابس، اليوم يجيو يقولوا لنا بانهم هما البديل. اين كنتم هذه من 78 ليومنا هذا؟ نشوف هذه الحيله لن تنطوي على المغاربه ويسمحوا لنا بغاو يقلبوا القصه على العدل ما يمكن لهمش. سنتصدى لكل جهه تريد ان تقلب الحقائق. اليوم احنا غاديين للبرلمان ان شاء الله ومستمرون في الترافع عن قضايا حارقه تاع الجهه الشرقيه. كما كتعرفوا هذه الحدود مع الجاره الجزائريه مسدوده. كم من ترافعنا على الحاله نتاع التجار في الجهه الشرقيه ودعينا القطاع المعين هذا القطاع تاع التجاره والصناعه باش يجي للجهه الشرقيه ويخلق مصانع للساكنه والشباب تاع الجهه الشرقيه. اليوم كاين مشكل حقيقي في الجهه الشرقيه وفي مدينه وجده للشباب، لان كاين البطاله وكاين ازمه حقيقيه. اليوم خص الترافع على هذا الميدان. كذلك اليوم خصنا نعترف بانه آن الاوان، رغم انه الحمد لله كاين مستشفى جامعي اللي كيقوم بواحد الدور كبير، ولكن كاين واحد الظرفيه صعيبه هي الظرفيه نتاع الجائحه نتاع كورونا، بمعنى انه القادم لا قدر الله غيكون صعب علينا جميعا. ذاك الشيء علاش خصنا في الحقيقه نهتموا بالمجال نتاع الصحه، والشيء بالشيء يذكر حتى التعليم مرتبط، لان الجائحه الان كاين ظروف معينه للاثر تاع جائحه كورونا سلبا على المردوديه في التعليم، سواء التعليم الابتدائي او الاعدادي او الثانوي او العالي. خاص يدار مجهود وخاص الترافع باش اذا كان بعض الحالات يكون التعليم عن بعد خاص يكون في واحد الاطار معين ليجعل انه التلميذ او الطالب يتلقى الدروس ديالو في احسن الظروف. اذا خلاصه انا نقول بانه النائب البرلماني خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو كامله بالحضور بالمساهمه ديالو في اللجان بالمساهمه ديالو في طرح الاسئله الشفويه والكتابيه بالمساهمه ديالو طبعا في كل الانشطه اللي كتهم التشريع وكتهم المجال البرلماني. هذه مسؤوليه، هذا تكليف ماشي تشريف، وهذا هو حق المنتخب وهذا هو النائب البرلماني الحقيقي.